الإيرانية بما لها من تداعيات سلبية على السلم والأمن الدوليين واستقرار أمن الطاقة والغذاء عالمياً، وهي التداعيات التي عانت منها ولا تزال الدول الأقل نمواً، وبما أضاف للأعباء الصعبة التي تتحملها لتحقيق متطلبات التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة. ولقد أوضحت للمستشار نهايمر أن مصر من منطلق تمسكها بأهمية تحقيق السلم والأمن الدوليين تواصل الدعوة في اتصالاتها بكافة أطراف الأزمة إلى تغليب لغة الحوار والتوصل إلى تسوية سلمية لإنهاء الصراع في أقرب فرصة. حرصت كذلك خلال مباحثات اليوم على استعراض رؤية مصر إذا عدد من الملفات الإقليمية المهمة والجهود التي تبذلها مصر لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في إقليمنا، حيث تطرقنا إلى تطورات المشهد الليبي والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة، فضلاً عن مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان. مع تأكيد حرص مصر البالغ على استعادة الاستقرار هناك والحفاظ على مقدرات شعبه الشقيق. السيدات والسادة، لقد استمعت باهتمام اليوم لرؤية المستشار نهايمر للتحدي المشترك الذي تمثله ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واتفقنا معاً على تكثيف الحوار بين بلدينا للتوصل لإطار مستقبلي للتعاون بيننا في ملف الهجرة من منظور شامل يعالج الجذور الاقتصادية والتنموية والاجتماعية لهذه الظاهرة، ويسعى لتعظيم الاستفادة من مسارات الهجرة الشرعية. واسمحوا لي هنا أن أنا يعني أؤكد على حجم التفاهم المشترك بيني وبين دولة المستشار فيما يخص هذه القضية المهمة، وأهمية أن إذا كنا بنسعى إلى إيجاد حلول مناسبة وجيدة لهذه الظاهرة وقطع الطريق على المنظمة التي تعمل في هذا المجال، لابد من وجود، وده اللي تحدثت فيه مع دولة المستشار، أهمية أن احنا يبقى فيه آليات مؤسسية للتعامل مع موضوع الهجرة الشرعية، تنظم هذا الأمر وتنتقيه وتعد الأفراد أو المواطنين اللي هيتم التعاون معهم أو التعامل معهم في مجال الهجرة الشرعية، بما يساعد على نجاح هذه التجربة ويقطع الطريق على الهجرة غير الشرعية بتداعياتها السلبية. ولقد أوضحت لدولة المستشار في هذا السياق حجم الجهود المصرية في استضافة 9 ملايين ضيف يعيشون على أرض مصر ويتمتعون بكافة الخدمات الأساسية المتاحة للمواطنين المصريين دون تمييز أو تفرقة. وفي إطار حوارنا المنفتح مع شركائنا، فقد حرصت على إطلاع دولة المستشار على الخطوة الجادة والمستمرة التي تتخذها الدولة المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان من منظور شامل ومقاربة متكاملة تستهدف تمكين المواطن المصري من ممارسة كافة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلها الدستور المصري، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تنفذها الدولة على عدة محاور، مؤكدا استعداد مصر الدائم للحوار والتعاون البناء مع شركائها فيما يتعلق بهذا الملف المهم. كما أطلعت الجانب النمساوي على النجاح الكبير الذي حققته مصر حكومة وشعبا في مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف خلال السنوات الماضية، بتضحيات كبيرة قدمها المصريون وبرؤية شاملة تغطي كافة أبعاد وأسباب تلك الظاهرة البغيضة. دولة المستشار، اسمح لي في ختام كلماتي أن أنا أتوجه لكم بالشكر والتقدير على دعوتكم الشفوية والمكتوبة لزيارة دولة النمسا، التي أرحب بكل اعتزاز على تلبيتها في أسرع فرصة ممكنة، وسيتم تنسيق هذه الزيارة من خلال القنوات الدبلوماسية. ختاما، دولة المستشار، أرحب بكم مجددا وبالوفد المرافق لكم ضيوفا أعزاء على الشعب المصري، وأعرب عن تطلعي لأن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق بين مصر والنمسا بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبينا الصديقين، ويرتقي بالعلاقات الثنائية بين بلدينا إلى آفاق أرحب وأكثر تميزا. شكراً.